طيب عندنا كمان فقرة عالمية مميزة جدا، وهيكون الفقرة الأساسية معانا بقى النهاردة في النهاية أو في يعني في آخر جزء من البرنامج الأستاذ أحمد الخضري. والنهاردة يعني عندنا أسئلة كتير جدا جدا ليه، وهنتكلم عن كل اللي بيحصل سواء في الدوري المصري أو في الأهلي في الزمالك، المنتخب الأولمبي كمان مقبل على فترة مهمة بالنسبة لتصفيات الألعاب الأفريقية، وإن شاء الله بداية من شهر 7 هيلعب كمان تصفيات الأولمبيات اللي هي ريو دي جانيرو بإذن الله. تعالوا نبدأ أول حاجة ماتشات النهاردة. ماتشين اتلعبوا النهاردة في الأسبوع العشرين من بطولة الدوري الممتاز. المباراة الأولى كانت مباراة الرجاء والمقصة، وكانت مباراة مهمة لكلا الفريقين. الرجاء عايز يخرج من الورطة اللي هو فيها والمركز المتأخر في جدول الدوري، وبيلعب على أرضه النهاردة مع فريق قوي اللي هو مصر المقصة، وفعلا قدر الرجاء يتقدم عن طريق أمير قيصر يحرز الهدف الأول في الدقيقة 38، وبعدين مع بداية الشوط الثاني بعد 3 دقايق أحمد حسام أحرز هدف التعادل المقصة، وبعدين تقدم المقصة من خلال هدف هشام محمد في الدقيقة 78. بقت النتيجة 2-1 لصالح المقصة وناقص 12 دقيقة على نهاية المباراة، لكن في الدقيقة 84 قدر أمير قيصر يرجع تاني بالرجاء للمباراة ويحرز هدف التعادل، ويبقى النتيجة 2-2، وقلنا خلاص المباراة هتنتهي بالتعادل وكل فريق هيحصل على نقطة وخلاص. ولكن قدر بمفاجأة طارق سالم المهاجم المميز جدا لنادي الرجاء ان هو يحرز الهدف الثالث ويجيب اغلى 3 نقاط لنادي الرجاء في بطولة الدوري، عشان يبقى صراع المنافسة على الهبوط او الابتعاد عن منطقة الخطر يعني مش شرس جدا وملتهب جدا. المقصة طبعا الهزيمة دي هتأثر علينا، المقصة عنده 31 نقطة في المركز الخامس، كان يطمع ان هو يكسب او ياخد نقطة حلقة عشان يقرب شوية من النادي الاهلي اللي في المركز الثالث. كده المقصة 31 نقطة ووقف عند المركز الخامس، وفريق الرجاء طلع خطوة كويسة بقى عنده 20 نقطة في المركز ال17، ولكن لسه في مرحلة الخطر. كده الرجاء بصوا تساوى مع الرجاء بقى 20 بعد الفوز النهاردة يا جماعة، مش 17، الرجاء بقى 20 في المركز ال17، تساوى مع نادي الجونة اللي عنده برضو 20 نقطة، وسموحة بقى في المركز ال15 عنده 22 نقطة، فالصراع بقى ملتهب، وبدأت الفرق تبعد بقى خلاص عن دمنهور وعن الأسيوطي وعن النصر. النصر يعني كان الفترة اللي فاتت عمل نتائج كويسة، ولكن آخر هزيمتين لنادي النصر من المقاولين ثم من الزمالك وقفوا النصر عند 14 نقطة، فبدأت الفرق اللي فوق النصر تبعد زي ما انتوا شايفين. الرجاء والجونة خلي بالكوا لسه في فرقتين هينزلوا، يعني في 3 فرق دلوقتي في القاع، الدمنهور والاسيوطي. دمنهور عندهم الاسيوطي عندهم 8 نقاط، الاسيوطي 8 نقاط، الدمنهور 9، النصر 14. اللي فوق النصر على طول برضه خلي بالكوا 5 فرق دلوقتي، الرجاء والجونة 20 نقطة، والثلاث فرق سبحان الله كسبوا، الثلاث فرق اللي هو الرجاء والجونة وسموحة كسبوا في الاسبوع ال20. الرجاء كسب النهارده المقصة، والجونة كانت يعني كسبانة وادي دجلة وتعادلت مع الاتحاد السكندري اول امبارح او امبارح 0-0 في استاد اسكندرية، فالجونة بقى 20 نقطة، بدأ برضو يعمل نتائج كويسة مع تسوبل او بدأ يعني ها يشم نفسه شوية. سموحة 22 نقطة، يجي بعد كده بقى الداخلية يخش ب 24 نقطة، ولكن لسه الداخلية ليه مباراتين مؤجلتين، واحدة مع النادي الاهلي وواحدة مع وادي دجلة، وبعدين حرس الحدود 26. هتقولي يا جماعة الجدول تاني بعد اذنكم، والاتحاد السكندري 26 نقطة واتحاد الشرطة 27 نقطة، ده الترتيب من الأول. طبعا في خلاص الزمالك وإنبي فارقين جامد جدا، ولسه هنستنى نشوف الأهلي لما يلعب مباراة الداخلية المؤجلة، ولسه عنده مباراة يوم السبت مع الشرطة. فيعني في فجوة كبيرة ما بين الزمالك وإنبي وبقية الفرق، الأهلي وادي دجلة مصر مقصة المقاولين كمان طلع خطوة كويسة جدا بعد فوزه على الداخلية وطفرة رائعة بقيادة الكابتن حسن شحاتة 30 نقطة. بتروجيت وفوز مهم جدا جدا على وادي دجلة امبارح 30 نقطة، وفي وقت صعب لو يعني برضو بعد ما نشوف الجدول لو مخرجينا بيومي يجيب لي الأهداف بتاعت امبارح بتروجيت ووادي دجلة والمشكلة اللي حصلت بعد المباراة عشان نعلق عليها ونقول إيه اللي حصل النهاردة والعقوبات. الإسماعيلي وأنا قلت الكلام ده يا جماعة وقلت الإسماعيلي هيعاني، الإسماعيلي عنده مشكلة، يمكن اختلفت ساعتها مع الكابتن وليد صلاح الدين قال لي الإسماعيلي هينافس، قلت له لا الإسماعيلي مش هينافس بالشكل اللي أنا شايفه، الإسماعيلي ما بيأديش كويس، عنده غيابات حوالي 5-6 لاعبين مهمين وبيع جون أنطوي لسه اللعيبة الأفارقة ما دخلتش، لكن أداء الإسماعيلي مش عاجبني.
الاسماعيلي مش هو الاسماعيلي اللي هينافس، اه مخصوم منه 6 نقاط يعني المفروض دلوقتي يبقى 35 نقطة، ولكن مش هو الاسماعيلي اللي انت تبقى قاعد بتتفرج على المباراة مبسوط من اداء الاسماعيلي وحاسس ان الاسماعيلي هيكسب. المصري في المركز التاسع 28 نقطة، طلائع الجيش لسه هيلعب الاسبوع ال20 لعب لغاية دلوقتي 19 مباراة، وطلائع الجيش في المركز العاشر 28 نقطة. اتحاد الشرطة في المركز ال11 زي ما انتم شايفين، والاتحاد السكندري 26، حرس الحدود 26، الداخلية لسه ليه مباراتين مؤجلتين، وزي ما انتم شايفين بقى الخمس فرق اللي تحت الجونة والرجاء والنصر ودمنهور والاسيوطي وسموحة في موقف صعب رغم فوزه امبارح على دمنهور في دمنهور 3-1. نطمن على حارس مرمى نادي المصري اللي هو في الاساس حارس مرمى النادي الاسماعيلي، ولكن راح اعاره الى النادي المصري لمده 6 شهور. النهارده مباراه الاسماعيلي والمصري مباراه بصراحه مش ممتعه، ما كانتش مباراه حلوه، اتحسب ضربه جزاء غريبه جدا غريبه جدا على النادي المصري، الاسماعيلي احرز بيها لهدف التقدم، لكن ضربه جزاء ما لهاش يعني، اتمنى كانت الصوره تكون معانا، ضربه جزاء لا صله لها بضربه الجزاء. كابتن احمد الغندور مش عارف حكم المباراه شاف ازاي، ما لهاش علاقه، كره اتلعبت عاليه، مدافع المصري مع مهاجم الاسماعيلي اتنين طلعوا في الهواء، الكره كانت عاليه شويه على مدافع على مهاجم الاسماعيلي فحطها بدماغه فعليت منه او ما ركبش الكره صح، كان في التحام بس التحام عادي كتف في كتف يعني ما فيهاش حاجه، حكم المباراه لقيته بيحتسب ضربه جزاء. خلي بالكم يا جماعه يعني برضو انا مش عايز اقصوا على التحكيم والكلام ده، في اخطاء بتحصل واضحه جدا خلال الاسبوع الحالي من الدوري، ولكن هيبقى في نقله شويه في دخول الجماهير، خلي بالكم يعني بدات الجماهير هتخش فهتلاقي الامور اختلفت بالنسبه لمستوى اللعيبه مستوى الحكام مستوى المديرين الفنيين، فهتلاقي الامور مختلفه، لكن اتمنى من الحكام يعني يركزوا شويه زي ما احنا بنشيد بيهم في اوقات كتير والفتره اللي فاتت، ففي اخطاء بتحصل واخطاء مؤثره، فاتمنى ان هم يركزوا شويه يبينوا بقى ان يعني اثناء وجود جماهير بيشتغلوا ازاي تحت الضغط. النهارده بصراحه ضربه جزاء غريبه جدا للنادي الاسماعيلي، مش عارف اتحسبت ازاي على، انا ماليش دعوه بقى جات للاسماعيلي جات للمصري مش قصتي، ولكن انا بتكلم على الكوره نفسها، ضربه جزاء غريبه جدا سجل منها احمد سمير فرج هدف التقدم للنادي الاسماعيلي، وبعدين اتعادل للنادي المصري حماده يحيى، وانتهت المباراه بالتعادل الايجابي 1-1. النهارده حصل يعني كده حادثه مؤسفه في المباراه، محمد عواد اتخبط في دماغه جامد وتم نقله للمستشفى، فهنطمن من خلال احمد مسعود حارس النادي المصري اللي نزل النهارده مكان محمد عواد، ونعرف ايه اللي حصل بالظبط وايه اخبار محمد عواد بعد المباراه، وانا عارف اللي هو في المستشفى وقالوا يعني في شبه ارتجاج في المخ. ازيك يا ابو حميد؟ تمام اخبارك يا كابتن؟ اخبارك يا نجم؟ تمام يا كابتن اخبارك يا كابتن؟ ازيك يا حضرتك؟ الله يخليك يا احمد، انت عامل ايه؟ كويس؟ تمام يا كابتن الحمد لله الحمد لله. قول لي يعني عواد اخباره ايه؟ لا والله يا كابتن الحمد لله عواد دلوقتي بخير الحمد لله، بس الحاجه طبعا 24 ساعه بس هنطمن بس عليه. هو انت في المستشفى دلوقتي يا مسعود ولا ها؟ ايه؟ انت في المستشفى يعني رحت له المستشفى؟ اه رحنا له شوية حاجة بس يا جماعة الصوت بتاع السماعة علوه شوية عشان مش سامع حاجة خالص. يا مسعود علي صوتك. الو يا مسعود. يا كابتن كريم. بقول لك رحت له المستشفى اطمنتوا عليه؟ اه رحنا بس مفيش حد دخل خالص غير الدكتور طبعا معاه. طبعا هو محطوط دلوقتي تحت ملاحظة 24 ساعة. ان شاء الله نطمن عليه بكرة بإذن الله يعني. الدكتور قال ايه؟ في ارتجاج في المخ ولا ايه بالظبط؟ لا 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 الاشعه الحمد لله اتعملت مفيش حاجه الحمد لله، هي خطه كدمه بس جامده شويه. دماغه الحمد لله ربنا يقوم بالسلامه بس باذن الله. ان شاء الله باذن الله يقوم بالسلامه. رايك ايه في الماتش النهارده يا مسعود؟ الو بقول لك رايك ايه في الماتش يا مسعود النهارده؟ الو مش سامعني ولا مش سامعني؟ الو طيب في مشكله في الارسال او في السيجنال بتاعه الموبايل مش سامع كويس، هنحاول نكلمه تاني احمد مسعود، لكن هو طمنا على محمد عواد حارس مرمى النادي المصري او حارس مرمى الاسماعيلي اللي رايح اعاره للنادي المصري بعد اصابته النهارده في المباراه. تعالوا نشوف ماتشات السبت والحد، ماتشات السبت والحد باذن الله في الدوري، النصر مع طلائع الجيش الساعة 2:30، واتحاد الشرطة مع الأهلي، دي تكملة لقاءات الأسبوع ال20.
يوم الحد في مباراة الزمالك وإنبي، وهيبدأ الأسبوع 21 يوم الحد. يعني يوم الحد برضه حاجة غريبة جدا، هيبقى فيها نهاية الأسبوع 20 وبداية الأسبوع 21 في لقاءات بتروجيت والاتحاد السكندري وسموحة والمقاولين العرب، دول لقاءين من الأسبوع 21 وفي لقاء من الأسبوع 20 هو لقاء الزمالك وإنبي إن شاء الله في استاد الدفاع الجوي. نروح النهاردة للكابتن سمير كمونة المدير الفني لنادي الرجاء ونبارك له على الفوز المهم والفوز الصعب على مصر المقصة 3-2، ويعني أعتقد الفوز ده هيخلي الرجاء ينتفض ويكون الأمور أفضل شوية، خصوصا أنه هو جاي على فريق قوي وفي توقيت صعب جدا في الدقيقة 94، وفي نفس الوقت حسن شوية من ترتيب نادي الرجاء وطلعه خطوة كويسة لما ياخد 3 نقاط ويبقى 20 نقطة، بيقرب شوية يعني عشان ما يكونش بعيد عن منطقة وسط جدول الدوري. مبروك يا كابتن سمير النهاردة. الله يبارك فيك يا كابتن كريم، والحقيقه اتكلمت في نقط مهمه جدا، وفعلا فوز معنوي وفوز مستحق لنادي الرجاء، ويعني كنا محتاجين ان احنا نكسب الحمد لله رب العالمين، وربنا وفقنا ان هو ادانا الدفعه للامام. يعني طب قول لي بقى، يعني النهارده انت لغايه الدقيقه 78 ومغلوب 2-1، وبعدين اخر 12 دقيقه فرقوا معاك بشكل كبير جدا، هدف امير قيصر لهدف التعادل، وبعدين هدف طارق سالم في النهايه، يعني عملت ايه او فكرت ازاي في اخر ربع ساعه في المباراه؟ والله يا كابتن انت عارف فرقه المقاصه مطرود منها واحد زائد، انا طبعا بلعب على مكسب، وانا قبل المباراه كتبت يمكن في بعض الصحف انا قلت المباراه بالنسبه لي حياه او موت. ايوه، عشان موقف الفريق واللعيبه تحس بالمسؤوليه اكثر، وعدوني الحقيقه اللعيبه ووقفوا جنبي وانا بشكرهم على الاداء الراقي النهارده قدام فرقه عميده وفرقه تقيله زي فرقه المقصه. فوز مش سهل يعني يا كريم. عملتوا ايه بس اخر 12 13 دقيقه؟ النقطه اللي بتتكلم اخر 15 دقيقه الحمد لله انا كنت مستحوذ وحسيت ان افضل، نزلت مهاجم ثالث، حطيت مجدي تحت الفراوده، محمد مجدي اداني مساحه من الوقت والتحركات مع طارق سالم والفيومي واسلام فؤاد. الحقيقه شكل هجومي الثلث الهجومي لصالح نادي الرجاء بشكل محترم جدا، وقدرت اجيب هدفين واحسم المباراه في اخر 12 دقيقه زي ما انت قلت. الفوز ده هيعمل معاك ايه انت كناحيه معنويه لسمير كمونة يا كابتن سمير؟ والله طبعا انا اسعد واحد النهارده ان انا فزت بالثلاث نقاط قدام فرقه عنيده زي المقصه. الفوز دوت هيساعدني اعمل مباراه كويسه امام الجونه في الجونه المباراه اللي جايه، وعندي بتروجيت بعد كده في اسكندريه في استاد برج العرب. ايوه النهارده عايز اقول لك ادى اللعيبه ثقه واتكلموا مع الكابتن ان احنا كل مباراه هناخدها بجديه ونلعب بنفس السيستم ونفس الطريقه ونفس الروح. قلت لهم انتوا لو لعبتوا كده بنفس الروح اللي لعبتوا بيها النهارده ولعبتوا بيها قدام الحرس صدقوني في فرق كتير قوي انتوا احسن منها وهتفضلوا في الدوري. أيوة. لا انا خدت وعد من اللعيبه ان شاء الله الفتره اللي جايه وهنشتغل عليها باذن الله كده. ماتش الرجاء والجونه مين اللي هيوقع الثاني؟ انتوا الاثنين عندكم 20 نقطه بتحاولوا تهربوا من منطقه الهبوط، فماتش مهم جدا يا كابتن سمير، وماتش بست نقاط مش بثلاثه. بالظبط كده، ماتش بست نقاط على ملعبهم، لكن احنا هنكافح زي النهارده بالظبط زي ما قلت لك يا كابتن كريم، ان انا عندي لعيبه وعندي مفاتيح لعب وعندي حلول بقدر العب بيها الشوط الثاني، زائد الناس اللي بتبدا الحقيقه بتادي دور جيد جدا، ومع ان في بعض الناس النهارده ان كان محمد مجد وعبد الله جايين من اند اعاره 95 و96 يعني النهارده يعني بدات بيهم والحمد لله كان عندي ثقه فيهم وقدم مباراه على اعلى مستوى. تمام، مبروك يا كابتن ومبروك لكل اللعيبه وطبعا جماهير مطروح، طبعا فريق نادي الرجاء بيمثل محافظه مطروح، مبروك وبالتوفيق ان شاء الله في اللقاءات القادمه، وهارد لك لمصر المقاصه. انا عارف طبعا في ظروف صعبه شويه للكابتن ايهاب جلال المدير الفني بعد وفاه شقيقه، طبعا بنقول له البقاء لله، واكيد النهارده كان الامور صعبه شويه بالنسبه له، لكن فريق المقاصه فريق مميز وبيلعب كره حلوه وعنده مجموعه كبيره من اللاعبين الاكفاء في كل المراكز، وفي نفس الوقت معاه جهاز فني محترم بقياده الكابتن ايهاب جلال، بنقول له هارد لك وان شاء الله يعوضها في الماتشات القادمه. تعالوا نكمل لقاءات، احنا قلنا لقاءات الاسبوع ال20، لقاءات الاسبوع ال21 بقى اللي هتبدا من يوم الاحد، بتروجيت والاتحاد السكندري سموحه والمقاولين، والساعه 7:30 هيكون لقاء الزمالك وامبي، بس ده من الاسبوع ال20. تكمله لقاءات الاسبوع ال21 يوم الاثنين ان شاء الله
المصري والاسيوطي، مصر المقصه والاسماعيلي ماتش قوي جدا في استاد الفيوم، وحرس الحدود ودمنهور في استاد اسكندريه. يوم الاربعاء لقاء الجونه والرجاء، اللقاء اللي كنت لسه بتكلم فيه مع الكابتن سمير كمون، الفريقين عندهم 20 نقطه وعايزين يبعدوا عن منطقه الهبوط. الداخليه مع النصر برضو لقاء قوي في الاستاد الفرعي للدفاع الجوي، والاهلي وادي دجله ماتش جامد جدا. الدوري سخن، الدوري بقى مولع، الدوري يعني الفتره الجايه كمان بحضور الجماهير هيبقى الماتشات حلوه، واتمنى زي ما قلنا ان الجماهير تلتزم. امبارح جماهير وادي دجله حاجه تفرح، جماهير دمنهور حاجه تفرح. ان شاء الله نتفرج كمان النهارده ما كانش فيه جماهير في مباراه الاسماعيلي والمصري، انتوا عارفين في قرار ما فيش ماتش يعني جماهير في اللقاءات الشعبيه لما الفرق الانديه الشعبيه تلعب مع بعضها. تكمله الاسبوع ال21 لقاء ام بي والشرطه وطلائع الجيش والزمالك ان شاء الله يوم الخميس القادم، وكده يبقى الاسبوع ال21 خلص او هيخلص يوم الخميس اللي جاي. نروح للكابتن اشرف خضر المدرب العام للنادي الاسماعيلي ونشوف رايه وتعليقه على نتيجه التعادل النهارده ما بين الاسماعيلي والمصري 1-1. ازيك يا كابتن اشرف؟ كابتن كريم ازيك يا كابتن؟ اخبار حضرتك يا كابتن؟ ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك يا كابتن. انا عارف يعني الظروف الصعبه اللي بيمر فيها النادي الاسماعيلي وفريق النادي الاسماعيلي، ولكن الاداء لسه مش مقنع يا كابتن اشرف بصراحه يعني. طبعا طبعا اكيد النادي الاسماعيلي اسم كبير و دايما الناس كلها متعوده على النادي الاسماعيلي، عنده شغل معين، عنده اداء معين، حتى لو ساعات ما بيبقاش فيه كسب لكن بيبقى فيه اداء، بيبقى فيه شكل النادي الاسماعيلي، فاكيد عندك حق كابتن كريم. الاسباب عدم وجود اداء قوي للنادي الاسماعيلي هي اسباب غياب لاعبين كتير واصابات كتيره كابتن اشرف، ولا اصابات ولا اسباب اخرى؟ يعني في حاجات كتيره كابتن كريم انت يعني عارف وكده، اكيد في 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 اصابات، في غيابات، لكن في كمان اكيد يعني امور تانية، لكن اعتقد ان احنا بنبص للمكاسب النهارده فرقتنا ان شاء الله في لعيبه كتير كويسه بمزيد من الخبرات الفتره اللي جايه، اعتقد ان هم هيقدروا يبقوا احسن من كده. فانت انت بتحلل كل شويه وبتشوف وكده، واعتقد ان احنا كلنا هنا في النادي الاسماعيلي واقفين على فعلا المشاكل اللي موجوده في الفرقه. بس الاسماعيلي مش هينافس على الدوري السنه دي يا كابتن اشرف. كابتن كريم احنا بنتكلم ان دايما في لسه دور تاني كامل في لا يعني الشكل بيقول يا كابتن يعني نقاط كتير كابتن اشرف لسة انا عارف لسه في ماتشات كتيره. اوكي احنا هنتكلم على حاجه، يعني انا قصدي اقول لحضرتك ان انت لازم النادي الاسماعيلي لعيبته بتلعب على كده دايما، مهما يحصل احلال وتجديد بتلعب لكده، ولازم تزرع فيهم الحته دي. فاعتقد ان شاء الله الفتره اللي جايه في لعيبه ان شاء الله تزود الفرقه موجوده الفتره اللي جايه، ولعيبتنا ان شاء الله حالتهم كويسه ويقدروا يعملوا حاجه كويسه الفتره دي. عارف سؤالي ليه يا كابتن اشرف؟ انا بسال ليه؟ كابتن كريم انا من سامعك كويس يا كابتن كريم على فكره. عارف بسالك ليه؟ بقول لك الاسماعيلي شكله مش هينافس على الدوري السنه دي. يا حبيبي. عشان نبقى واقعيين مع الجماهير، يعني برضو الجماهير الاسماعيلي طبعا بتحلم ببطوله وبتحلم اللي هي تكون بتنافس، ولكن من الواضح ان الاسماعيلي مش هينافس عشان الناس ما تتصدمش او جماهير الاسماعيلي ما تتصدمش. لا هو جماهير الاسماعيلي يا كابتن كريم انت انا بسمعك دايما بتقول انا بحب دايما النادي الاسماعيلي، وانت طبعا وانت دايما احنا بنعتبرك مننا، يعني جماهير النادي الاسماعيلي اذكياء خلي بالك كابتن، وهم نفسهم بيحللوا زي المدربين وناس كلهم بتوع كوره، فهم بيعرفوا امتى يوصلوا، بس النادي الاسماعيلي دايما كلامه في ان بيلعب على البطوله، دايما الدنيا عنده ان بيلعب للمكسب، فده دي حاجات عقليه اسماعيليه بتشتغل كده، لكن اكيد في الاخر جماهيرنا لما بتلاقي اللعيبه بتعمل اللي عليها وبتادي وفي الاخر ممكن مرات كتير يا كابتن كريم راح مننا بطولات كلنا احنا الاحق بيها، والجماهير ما بتزعلش لان بتحس اللعيبه بتقاتل، ان احنا بنعمل احسن حاجه، اللعيبه بتادي احسن اداء، فبالتالي يعني اعتقد ان جماهيرنا عارفه الكلام ده كويس يعني. اكيد اللعيبه الافارقه هيخشوا مع الفرقه امتى في الماتشات يا كابتن اشرف؟ كابتن والله انت عارف يا كابتن كريم المشكله بس في يعني ان هم يعني واخدين وقت يعني في ان يبقوا موجودين عندنا هنا، لكن هم تباعا ان شاء الله هيبقوا موجودين الفتره اللي جايه، واول ما يخشوا مع الفرقه ان شاء الله يعني احنا متوترين ان شاء الله، لان شفناهم في لعيبه كويسه جدا جدا هيقدروا يساعدوا الفريق في النواحي الهجوميه بشكل كويس.
كابتن اشرف، موضوع عصام الحضري وشرط الكابتن عامل ازمه لسه في الاسماعيلي ولا الموضوع هدي؟ لا والله يا كابتن اتخذ يعني الموضوع كلام فيه اكتر منه هو نفسه، يعني ما فيش اي مشكله وحاجه عاديه جدا وما فيش حد شاغل باله بالكلام ده خالص والله. تمام، يعني اتمنى لكم التوفيق دايما يا كابتن اشرف، ودايما متعودين على النادي الاسماعيلي بالنتائج المميزه والاداء الطيب، لكن انا عارف في ظروف صعبه، نتمنى ان الظروف دي تتحسن ان شاء الله في الفتره القادمه. اشكرك كابتن كريم. بشكرك كابتن اشرف حبيبي. طيب ده بالنسبه للاسماعيلي والمصري ونتيجه التعادل النهارده الايجابي 1-1. اتكلمنا كمان مع كابتن سمير كمونه على مباراه الرجاء والمقصه وفوز الرجاء 3-2. تعالوا نتكلم